السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا مستر محمود فؤاد، والنهاردة إن شاء الله ميعادنا مع مراجعة يونت 3 منهج الصف الأول الإعدادي، مراجعة نهائية، مراجعة الامتحان. السؤال الأول بيقول لي choose the correct answer from A B C or D. ده كويز على lesson 1 و 2. السؤال الأول vocabulary: every player in the team wants to. يبقى انا عندي want فعل want، to بعدي infinitive verb فعل في المصدر، فعل في المصدر يعني فعل بدون اضافات. نقط A goal، هيعمل ايه في الجول؟ play a goal يلعب جول، ولا make ولا score ولا win؟ الاجابة الصحيحة هي score a goal، يعني يسجل هدف. number 2 محمد صلاح always، يعني دايما. the adverb of frequency حال من احوال التكرار، بعدي يجي ال main verb. to his fans المشجعين بتوعه، بيعمل ايه مع المشجعين؟ هل talks بيتحدث، ولا takes يأخذ، ولا gets يحصل على، ولا arrive يصل؟ الإجابة الصحيحة طبعا هتبقى talks. number 3 محمد صلاح has got، عنده ايه؟ hair شعر بتاعه، and a beard اللي هي اللحية او الذقن. هل هقول dark curly hair، ولا straight blonde hair، ولا short straight hair، ولا long straight hair؟ طبعا هو شعره dark curly، curly يعني مموج. number 4 I like، طبعا like بعديها I like to، بعديها verb في الinfinitive، like to بعديها مصدر. films when I am on holiday، طبعا كلمة holiday تاخد on، نسجل النقط دي مهمة جدا. يبقى هقول I watch films، ولا watch يغسل، ولا play، ولا take. يبقى الإجابة الصحيحة I watch films. number 4 I like to، like to بعدها مصدر فعل فاضي بدون إضافات. عندي films أفلام، when I am on holiday، طبعا holiday هتاخد حرف الجر on، نكتبها مهمة. عندي watch يشاهد، watch يغسل، وplay يلعب، وtake يأخذ. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى watch films، يشاهد أفلام. I will buy، طبعا will بعدها مصدر لأن هي واحدة من المودل verbs الأفعال، موديل يعني افعال ناقصه. افعال ناقصه كلها بيجي بعدها فيرب في الانفينيتيف مصدر. تنسى ده فيوتشر سامبل يعني مستقبل بسيط. I will buy a nice، هشتري ايه؟ on my mother's birthday، الابوستر في اس هنا للملكيه، بدل birthday بتاع ماما، عيد ميلاد ماما، هشتري لها prize. prize يعني جائزه، present يعني هديه، percent يعني في الميه، و person يعني شخص، والجمع بتاعه people. اوكي نكتبها. طبعا هشتري الماما present هدية. number 6 the and، طبعا هي بتتنطق the ولا the، هي بتنطق the بس منطقها the لو جي بعديها vowel او كلمة بتبدأ ب vowel a e i o u. تمام يبقى the and is a ولا an، هل fish ولا animal، حيوان ولا bird ولا insect، طبعا النملة insect حشرة. number 7 I want to، بعدها مصدر زي ما اتفقنا، sports and become a famous sports star، خلي بالنا من كلمة sports هنا، adjective معناها رياضات او معناها رياضي، عايز يبقى نجم رياضي مشهور. يبقى I want to give ولا make ولا send yourself ولا play، يبقى هاخد play sports يعني يلعب رياضة. طبعا sports ممكن يجمع كمان فعل do sports. هنشوف مع بعض جزء اللانجوج يعني الجرامر. number 8 بتقول one of my friends، وده سؤال مهم جدا وممكن كلنا او ناس كتير مننا تقع فيه، فركز معي. one of my friends got a car، طبعا انا عندي do مش هتنفع لان انا عندي got، فgot يبقى انا هاخد حاجة من اتنين، يا اما have يا اما has، طبعا does مش هتنفع. عندي has او have، هختار ما بينهم. طبعا ممكن حد كتير مننا يقول والله دي friends جمع هتاخد have، بس طبعا الإجابة دي مش صح. صح ان انا اقول has لان هنا بيقول لي one of my friends، واحد من اصدقائي مش اصدقائي كلهم. اوكي number 9 we use our phones، التليفونات بتاعتنا، during معناها اثناء، يجي بعدها noun، ودي مهمة جدا. during the lesson اثناء الدرس، طبعا ده infinitive verb فعل في المصدر، have ما بيجيش بعدها مصدر ولا haven't، يبقى انا عندي حل من اتنين، يا كان
هي كانت. طب احنا هنستخدم التليفونات بتاعتنا اثناء الدرس ولا لا؟ لا مش هنستخدمها، يبقى we can't، مش هنقدر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي read and correct the underlined words، هنقرا وهنصحح الكلمات اللي تحتيها خط. number one I can ask a question، هو هنا ده سؤال، فالسؤال عندي نوعين، يا اما ده بيبقى question يا اما yes or no question، هيبدأ بالhelping verb بعدين السبجكت وبعدين الفيرب وتكمل. ده بي اتش كويشن، انا هنا ده مش ده بي اتش كويشن لانه مفيش اداه استفهام، فده يس او نو كويشن، بس انا هنا هغير، بس المطلوب مني ان انا هبدا بالفعل المساعد اللي هو كان وبعدين الفعل بتاعي اي، فتبقى السؤال كان اي اسك يو ا كويشن، ممكن اسالك سؤال. نمبر 2 هيز جيت ا نيو او ا نو كمبيوتر جيم، يعني لعبة كمبيوتر جديدة، فأنا هنا هيز، خلي بالنا ركز معايا واكتب هيز، دي اختصار ل هي هاز مش هي از. طبعا هاز يجي بعديها تصريف تالت اللي هو الفعل جوت مش جيت، بالإجابة الصحيحة هتبقى جوت. نمبر 3 هي سيز، الكلمة دي بتنطق سيز مش سيز، شي سيز ذات شي كانت، سهل جدا، كان واحد من المودل، بعديه infinitive verb فعل مصدر، مصدر الفعل بدون إضافات، يبقى هقول help. number 4 إيمان have got lots of friends، عندها أصدقاء كتير، طبعا إيمان سهلة هتاخد has مش have، اللي بيجي مع has نفتكر مع بعض، هيجي he، هتيجي she، هيجي it و singular. اوكي نمبر 5 السؤال بيقول كان يو، وده يس او نو كويشن، بدأ بهلبنج فيرب اللي هو المودل، بعدين الفاعل، وبعدين المصدر بتاعك هو بلاي، يبقى كان يو بلاي ذا بيانو، خلي بالك قبل الميوزيكال انسترومنتس، قبل الآلات الموسيقية بحط ذا، يبقى كان يو بلاي ذا بيانو، الإجابة يس اي، طبعا طالما يس مش هقول كانت، هقول كان، بقول نوت مع النو. نمبر 6 they have got brown eyes، طبعا ده برضو سؤال، هبدأ ب have، يبقى انا هقول هنا have they got. اوكي يلا بينا نروح نحل كويز على lesson 3 و 4 unit 3. طبعا الديالوج هيعمل لي مشاكل كبيره جدا، بس احنا عارفين احنا بنحل الديالوج واحده واحده وبنفكر بالراحه. انا هنا بيقول لي ان عبد الله is playing a game with احمد، يبقى اول حاجه الجمله اللي في الاول دي خلاص لازم اقراها كويس عشان اعرف ايه الموضوع اللي هم بيتكلموا عنه، يبقى انا عندي هنا عبد الله بيلعب جيم مع احمد والكلام على الموضوع ده. عبد الله بيقول let's play، خلي بالك let's دي الابوستروفي اس، دي اختصار ل اس، وليتس هيجي بعديها مصدر. نكتب And let's play a game on، خلينا نلعب لعبة on the story of Alice adventures، يعني مغامرات أليس in Wonderland، في بلاد العجائب. فأحمد قال له what is this game not، فنروح للإجابة الأول حول it is called I'm thinking of a character، يبقى ده اسم اللعبة، يبقى أنا هاخد من الإجابة يبقى حول what is this game called، called يعني ماذا تسمى، اسمها ايه، يبقى is called يعني يسمى، يبقى انا كده ما عملتش حاجه غير ان انا جبت من الاجابه. فوالله دي اللعبه دي اسمها I'm thinking of a character، يعني انا بفكر في شخصيه. احمد قال له great، عظيم، قال له let's start، يلا نبدا. The A I'm thinking of is very busy، يبقى the، طب هي اللعبه كانت بتتكلم عن الكاركتر، I'm thinking of a character يعني أنا بفكر في شخصية، يبقى the character الشخصية I'm thinking of اللي أنا بفكر فيها is very busy يعني مشغولة جدا. فسأله سؤال أحمد، قال له he run fast، الإجابة قال له yes he does، سؤال سهل جدا ده yes or no question، وأنا عندي الإجابة does، يبقى أنا هسأل بيها، يبقى does he run fast أو fast، فقال له yes he does. أحمد قال له he's the white rabbit، ده الأرنب الأبيض. طبعا عبد الله قال له
done فطبعا سهلة جدا اللي هي will done، هو جاوب إجابة صحيحة ف will done يعني أحسنت. فسأل سؤال قال له which character do you like most، أي character بتحبها أكتر حاجة يعني. قال له I the Cheshire cat because it's a funny animal، عشان هي حيوان ايه funny. فالإجابة هنا سهلة جدا، هقول I like لأن هو قال له which character do you like، يبقى I like. راح نحل exercise 2، بيقول choose the correct answer from A B C or D. سؤال عن الفوكابلري عن الكلمات. A is my favorite hobby، هل الدروينج الرسم الهيستوري التاريخ ولا الماث الرياضيات ولا الساينس. طبعا كلهم مواد دراسية، يبقى اللي تنفع hobby اللي هي drawing او الرسم. Number 2 children should learn، يجب ان هم يتعلموا. خلي بالنا should واحدة من المودلز، لازم بعديها مصدر فعل فاضي بدون اضافات. learn about يتعلم عن their countries and its، لازم يتعلم عن دولتهم والايه الخاص بيهم. last past next post، يبقى يجب ان هم يتعلموا عن دولتهم والباست بتاعها يعني الماضي، ماضيها يعني تاريخها يعني. number 3 I'm sorry I can't go out with you، انا مش هقدر اطلع معاك. I am a now I'm hungry، انا جعان ولا I'm strange انا غريب ولا brave يعني شجاع ولا busy. طبعا الاجابة الصحيحة هي busy معناها مشغول. number 4 it was a to walk alone، انك تمشي لوحدك. in a strange city، مدينة غريبة. هل busy مشغول ولا clever ولا scary مخيف ولا angry. طبعا انك تمشي في مدينة غريبة لوحدك دي حاجة scary، scary يعني مخيفة. number 5 he is very brave، هو شجاع جدا. he is not a، يبقى عكس brave stupid يعني غبي، full يعني شبعان ولا free يعني فاضي ولا coward، coward يعني جبان اللي هي عكس brave. number 5 I don't remember، don't بعدها مصدر، انا مش فاكر. my first day school، طبعا school هتاخد at school في المدرسة. number 7 he doesn't want، طبعا doesn't بعديها مصدر، ده نفي المضارع البسيط. want بعديها مصدر برضو. he doesn't want to eat، هو مش عايز ياكل. فهو hungry جعان، لا طبعا angry غضبان ملاش علاقة بالأكل. full يعني مليان يعني شبعان، full يعني مليء أو شبعان، وfree يعني فاضي. number 8 I will، طبعا will واحدة من المودل بعديها مصدر وده مستقبل future simple. I will a story about the life of that man، انا هعمل ايه في الستوري في القصة. give يعطي، get يحصل على، ولا do ولا write. الإجابة الصحيحة write a story، يكتب قصة. number 9 a ولا an is a website، موقع. on which اللي فيه someone writes، بيكتب regularly يعني بانتظام. it is like an online diary، diary يعني يوميات. اوكي وفي كلمة شبهها اسمها dairy، ودي معناها منتجات البان، دي مهمة جدا. طب ايه الويب سايت اللي الواحد بيتكلم فيه عن نفسه؟ ده البلوج المدونة. اوكي adventure يعني مغامرة مش صح، information طبعا غلط معلومات، وcharacter يعني شخصية. خلي بالنا ان كلمة information تعامل معاملة المفرد، تاخد is تاخد was. اخر جملة عندي هنا a person is happy to do something dangerous، ده شخص بيحب يعمل حاجة خطر. هل الشخص البيزي المشغول sensible يعني عاقل، الكلمة دي مهمة جدا sensible يعني عاقل، بتساوي كلمة wise يعني حكيم. اوكي brave يعني شجاع ولا clever، طبعا الشخص اللي بيعمل حاجة خطر هو شخص brave يعني شجاع. complete the following dialogue، هنكمل الديالوج ده. احنا هنحل دلوقتي كوز على lessons 5 و 6 unit 3. هنا رمضان is asking مروان about his best friend، عن صديقه المفضل. يلا بينا. رمضان بيقول hello مروان how are you، انت عامل ايه؟ فطبعا اجابة سهلة جدا I'm fine. طب انت قلت fine بس مفيش مشكلة صح. I'm fine thanks and you، طب وانت؟ I'm fine too، وانا كمان كويس.
طيب هو از يور بيست فريند، مين صديقك المفضل؟ قال له ماي ايه فريند از محمد. فطبعا انا هاخد الاجابه من السؤال يبقى ماي بيست فريند يعني صديقي المفضل. طبعا بيست دي صيغه التفضيل او السوبرلاتيف بتاعت جود يعني جيد. طبعا افضل بتبقى بيتر او بيتا، الافضل بتبقى ذا بيست. قال له my best friend is محمد. قال له what a he look like. look like يعني يشبه، وده infinitive verb فعل في المصدر. انا محتاج verb to do يبقى what does he look like. قال له he is tall، هو طويل. he has got dark hair. خلي بالنا قلنا dark hair مش a dark hair عشان ال hair uncountable noun اسم لا يعد، والاسم لا يعد ما بياخدش indefinite article لا ايه ولا ان. فقال له how is he، والاجابة كانت he is 150 meters tall يعني طوله 1.5 متر. طيب انا هنا هسأل عن how tall، طوله قد ايه. اخر سؤال what does he like doing، يبقى انا هاخد من السؤال يبقى انا هقول he like، زود الاس بتاعتي عشان الفاعل بتاعي singular عشان الجملة دي تنس بتاعها present simple مضارع بسيط. عرفت منين ان هي مضارع بسيط؟ المساعد بتاعي does ومعايا مصدر. طبعا like نفتكر مع بعض ان like هيجي بعديها verb ing او noun، يبقى هي likes playing a football. يلا بنحل exercise 2. choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 the sailor البحار stopped. okay عند فعل stop احيانا بيجي بعديه verb ing احيانا بيجي بعديه to المصدر. okay لو stop بعديها to المصدر يتوقف عشان يعمل حاجة معينة، انما stop لو جه بعديها verb ing معناها توقف عن عمل الشيء نهائي. يبقى the sailor stopped looking for، توقف عن البحث عن، look for يعني يبحث عن، تساوي search for the A and went back home، توقف عن البحث عن ال classroom treasure الكنز ولا الستورم العاصفة ولا ال country الدولة. طبعا السيلور هيتوقف عن البحث عن ال treasure اللي هو الكنز. number 2 my grandpa became، أصبح unable to walk غير قادر على المشي، and had to، had to اضطر إلى، المضارع بتاعها have to و has to ودول بعديهم مصدر، فهو اضطر ان هو يستخدم to get around عشان يتجول. هيستخدم wheelchair يعني كرسي متحرك او كرسي بعجل، ولا personality شخصية، ولا poster اللي هو البوستر، ولا treasure كنز. طبعا هو مش قادر يمشي فهيستخدم الwheelchair بتاعه. number 3 our teacher advises us، بينصحنا to notes during class، اثناء الفصل. قلنا during هيجي بعديها noun، فانا عندي كلمة notes هتاخد make notes يعني يعمل مدونات كده يكتب على طول ورا التيتشر، make notes نحفظها زي ما هي. number 4 مريم looks like her mother، look like يعني يشبه، هيجي بعديها noun شبه ماما. but her A is different، secret يعني السر، personality الشخصية، thing يعني شيء، والwheelchair طبعا صح ان انا هقول personality، هي شبه ماما في الشكل بس personality بتاعتها اللي هي الشخصية مختلفة شوية. number 5 their lifestyle اللي هو اسلوب الحياة بتاعهم is different، طبعا different هتاخد حرف الجر from، different from. okay طبعا different عكسها same. number 6 we have a meeting، عندنا meeting tomorrow because there is a ولا an cool يا لطيف pool حمام سباحة island ولا problem مشكلة، طبعا هنتقابل عشان في مشكلة فهنتقابل عشان نحل المشكلة. number 7 I a lots of things to do، طبعا have ولا do ولا stay ولا go، I have lots of things to do يعني أنا عندي حاجات كتيرة جدا أعملها. تعال نشوف جزء اللانجوج، هنا ساندي كانت، طبعا كانت مصدر، دي واحدة من
المودلز بتاعت الانجليش. يلا نكتب مع بعض. كان، كود، شال، شود، ويل، وود، ماي، مايت، ماست، اوت، او يو جي اتش تي او 2. دي كلها اسمها مودلز، احفظهم كويس جدا جدا جدا، واعرف ان بعدين بيجي الانفينيتيف فيرب اللي هو الفعل في المصدر، فعل بدون اضافات. يبقى كانت واحده من المودلز، بعديها مصدر. كوكينج ده مش مصدر، عليه اي ان جي. كوكت ده مش مصدر، عليه اي دي. كوكس مش مصدر، عليه اس. يبقى ده الفعل في المصدر. they've got دي اختصار ل have. math on Wednesday طبعا have بعديها تصريف تالت، have او has لو جه بعديهم فعل يبقى تصريف تالت. التصريف التالت بتاع get، got او gotten. يبقى get دي مش تالت، دي لأ، got هي التصريف التالت. number 10 هالة، got a nice dress. طبعا dress ده noun قبله adjective، وفي article بتاع dress كانت قبل ال adjective. طبعا هالة ايه؟ سهلة جدا، has got. اوكي is got مش هتنفع، was got مش هتنفع، فعندي have او has. هالة دي مفردها تاخد has. احنا كده خلصنا يا شباب مراجعة unit 3 منهج الترم الاول الصف الاول الاعدادي. لو الفيديو عجبك اضغط لايك للفيديو، لو استفدت حاجة اعمل شير مع اصدقائك علشان كلنا نستفيد. نشوفك على خير المرة الجاية. السلام عليكم.